ستارسي ساكنه النظر الله يخليكم، راه خصنا ديك الشلشه الثمانية هذني خصنا ديك شان الصداقة، قاضين لي بوبرينا خاص نسحاق ندي هودري ينزل، ما ينزل في وسط الشمشة بور كي الدولة فوفارس، فوفارس المأوى السكن، الماء التلفازة دوتشا، إيني تستاندي بارا والزونة هذا شحال هو، والزونة كيف هو غير كيف نابع عشان كيف القرقوبي هذا كيف نسولوسيون، ما مين تقيم السكينة النهضة، ما دوز زودة تشد أنا بقاو تجيبو الصداقة، خص داك الصداقة تجيش الكوفان 100 درهم تسي وضا سنتي المحسنين. بالنسبة لي وذلك قا الدولة فوفارس. أنت تعزيز نسكون الله يخليك غتحتارم ما تختار ما مش غتحتارم قلت لك مين إذا ستي شري درهمي وني قوني ممكن تيري علاش غتكسي علاش إذا خصك تكسي صدقة على الحق أو يا سيدي فهمتني والله العظيم إلا من غير كيلو غديت يعني 12 مكان على كيس ودار قسم غا السريامي إلا غات ويوقد يباع إذا سوق اليمن إن سعادة الباشا والو إن سعادة الباشا شاو وشمك يعني سكينة ويخسر لي راه غير أنا ما خديت تفهم في العام سين شنو نقوم سلازي منا ألف تحية عامل صاحب عامل صاحب جالة في حني مناظور ألف تحية الباشا إيكي العملية ذا البوليز الأعوان السيمي دوينات المخازنية ذا المرافقين ظن دوسي تكني ويحفظها ربي ضحى مسكفن من هنايا واخا كيعطيهم كيخرجوا فين البلاد اللي كيخرج هنايا ما عنده حتى شي هذا باش يخرج ماشي ياخذ يمشي يتخدى لولادي ودا حنا اللي خصنا نحاربوا هاد الكورونا هاد لان هما ما عندهم يحاربوا السلطه الله يحسن العوان الله يعاونهم الله يسهل عليهم كيعياو يجروا على الاخوان يعياو والو ما كاين شيء وهاد المتشردين وهاد التخربيقات السعيان هادو شي كيسقاف شي كلشي هادو كنطلب ربي يسلموا العافيه والله يسلك ابي خير وعلى خير وصافي هذا الحال اللي شنو كان لي مزيني صحابني تقول رانا من يدي وسيدي تسمى تسمى وسيدي زبار راه شنو غنوضا غنوضا غنخش الشارع عند تما سيرة تكين ديت عندنا المخزن ما تمشي الواجب الناس يتقاد يعاون ربي سي ربي ما راه غير يعوض على بعض المصايب سوري كل شيء لازم هذا الشيء زعما هذا شنو كل مره خاصك تنظم السنه تاع الجار يا كم غاد دليتي زعما توترو كنت ترو خاصني دليتي انا ما اما المخزن قاعد يقرا خدمه ثاني شنا زعما واي شي مكان النيل هي عزو مرة غاصم ماني هنا غاصمونا انا واحد نسمونا انا هنا ويبقى شو مشى صافي مين عزو المرأة الدولة التليفون جات تقداو الدولة التليفون ما كنا شفتوش عيطنا على ماشي بالضروره حنا غادي نكونوا في كل بلاصه ولكن التعاون كمواطن ايجابي حنا كنتعاونوا مع كتعرف ان هذا السلوك اللي هو كيخرق القانون كان المفروض على انكم تعاونوا تشدوا غادي حنا ما تضربوش ولا حتى شي حاجه غير وقفوا غير وقفوا غير وقفوا حنا غنجيو لنا الله يرحم الوالدين غادي ندير واحد التوصيه صافي الله يخليكم راه الدوله دارت المنظر لهاد الناس المعوزين هاد المشردين هادو حنا كنطالبوا ماشي السكينة الناظور كنطالبوا المغاربة كاملين اللي عايشين داخل الوطن الله يخليكم ما تعطيولوش لهذوك الناس عليه اللي على الله راه الدولة نعم سيدي هذا ماشي وقت الدراري نعم غير باش تكلم معاك دابا المفروض هو انك انت عندك واحد الاسبوع تخرج تقدا مرحبا هنا انا مول هنا كل ما حدث الله يحفظك سيدي شكرا شكرا لك عاد الله يهدينا